عليكم، ليش اتاخرت عليكم عشان ما بعملكم بيت الشيء؟ شايفين رايقه ازاي عشان اقدر مخلوقكم النهارده، وان شاء الله نطلع افكار حلوه. السلام عليكم. النهارده بقى هنعمل ايه؟ تكمله للسلسله بتاعت عمل المسن راح اهدي شويه روقي. بالنسبه بقى للتكمله للفيديوهات اللي عملناها قبل كده على ازاي نعمل ملمنمات او مصغرات لحاجات للمطبخ من اعاده التدوير. عملنا في الفيديو اللي قبل كده الحلال والاطباق التقديم والحاجات دي. المره دي النهارده ان شاء الله هنشوف ازاي نقدر نعمل الكوبايات والازايز كلها من اعاده التدوير، وكمان بفن تدويب البلاستيك او استعمال البلاستيك بس من غير فورمينج ماشين، لان مش كل حد عنده فورمينج ماشين، بطريقه بسيطه جدا وفي البيت. يلا بصوا بقى. هنتعلم ان شاء الله نقدر نعمل كل الكوبايات دي. بصوا الكوبايات دي، وفيها شيء وده شكل تاني وده شكل تاني. محدش يقول لي عشان هتقع. اوكي، وده شكل تالت ما شاء الله. اوكي يلا قبل ما يقعوا نشوف نعملهم ازاي. حاجات عندنا موجوده زي ايه؟ بصوا دايما على القلمه اللي عندكم. مثلا انا عندي قلم ده بتاع الميك اب، الغطا بتاعه اهو، تقطع كده تعمل مج وايد، خلاص ادي حاجه. الحاجه الثانيه غطيان القلمه. بصوا دايما لغطيان القلمه في المكتبات، انا ساعات بروح اشتري قلمه عشان الغطيان بتاعتها مش عشان القلم نفسه. بصوا ده مثلا غطا قلم، ده مستفز بصراحه، وكمان بايد يعني مش شواحم يعني. اهو بقى عامل، نقفله من هنا، ندي سبراي ذهبي او فضي او اي لون بدل الغطا بتاعه، ويتعمل منه ايه؟ ترمس، او اللي بياخدوه معاهم ترمس، اللي بياخدوه معاهم الرياضيين، او ممكن يتعمل مثلا ازازه لو انتوا عاملين، لو في محل مثلا كشري فيها واحده فيها الصوص واحده فيها الدقه. اوكي دي كمان حلوه. طيب ايه تاني؟ بصوا ده كمان غطا تاني، غطا قلم والله يعني، والحته دي يعني ما شاء الله. نحط له بقى حته هنا مثلا من عجينه السيراميك ونقفلها، وتتفتح مثلا تتقفل وكده اهوت، وبقى عندنا بتاعت الميه ترمس. اوكي وحجمه مناسب. طيب ده كمان غطاء قلم، شوفوا يعني ما شاء الله، شايفين؟ حتى لو قطعنا الجزء الفوقاني دي بقى دي كوبايه حلوه. لقيت دول غطيان قلمه عند ولادي. اوكي هي بيبقى ده الغطاء القلم، وهنا في استيكه شايفين. فطبعا انا خدت دي اعملها كوبايه، ودي مش هرميها، دي طبعا ممكن اقصرها شويه وتتعمل ازازه او تتعمل حاجه يعني انتوا عارفين يعني. طيب ايه تاني؟ الازازه دي حد يقدر يقول عاملينها ازاي؟ طيب مش هغلبكم كتير، بصوا فيها شويه كده. ده قلم مش عارفه، ما عنديش قلم اوريه لكم. القلم اللي هو البيك، اللي هو القلم عادي، قلم في الماستر عادي، المفروض ان هو طويل من هنا، والحته دي اللي هي القدامانيه بيبقى فيه هنا البوز بتاع القلم. فانا جيت قطعتها جزء الطول بتاع الازازه اللي انا عاوزاها، وبعدين بنقفلها من هنا بمسدس الشمع، ونحط ورقه اللي عليها الاسم، ونحط لها الغطا، بقت ازازه ايفيان. طبعا الاستيكر ده المفروض يطلع فوق شويه كده عشان ايه؟ يغطي البتاع. وبعدين مفتوحه على فكره، يعني ممكن تحطوا فيها اي حاجه، اي حاجه سائل يعني، وسيلد من هنا وسيلد من هنا، فيبقى الميه بتلعب فيها يعني كانها ايه؟ جد وحقه حقيقي. المخرج قال له كلمتين واشتغل، كلمتين واشتغل. اوكي ادي حاجه تانية، دي لو شايفه فاكرين دي اللي قلت لكم عليها، اهي
لما حطيت فيها زيت زيتون معلش عارفه كنت تقريبا في عربيه الفول. طيب دي برضو ازازه تانية معموله عباره عن ايه، ده الشمع بتاع مسدس الشمع، وبنيجي نحط ننحته بقى من هنا ومن هنا بنحس ان احنا نحصل على شكل ازازه. اوكي ازايز كوبايات. طب ايه تاني دلوقتي عاوزين نعمل مثلا ايه، جاج. الجاج اللي هو الجاج اللي هو سامحوني عندي دور بات. الجاج اللي هو اللي بيحطوا فيه العصاير في رمضان ومش عارف ايه وكده. اوكي ده بيتعمل بايه؟ شايفين الغطا ده اللي قلت لكم عليه؟ اهي بقى كده دهناه فضي، وجينا عن الحته القدامانيه دي نسلط هنا السشوار هوا سخن، فتبقى الحته اللي قدام دي طريه، سوري نسلط هنا سشوار هوا سخن فتبقى الحته اللي قدام دي طريه، ونضغط عليه كده. اوكي واول ما يبرد ياخد الشكل ده، والايد دي طبعا بنقطع جزء كده. في فيديوهات كامله عن الحاجات دي على القناه عندي. وادي ايه الجاج لو هعمل مثلا ايه بتاع عصائر مثلا وليمه وعصائر وكده. طيب عاوزين نعمل في طبعا ساعات بيتباع الحاجات دي، شايفين صغننه وجميله ازاي. طيب انا غير ان انا استعملها ك يعني برطمانات احط فيها شاي وسكر ومش عارف ايه وكده، او احط فيها مخلل تعمل كوبايه، هاجي عند الجزء الفوقاني ده واشيله. هتقولي لي اشيله ازاي؟ هنيجي عند الحته ده خصوصا الازاز، احنا هنقطع الازاز ازاي؟ هنيجي عند الحته الحرف ده واعمل سوليتاب داير، اعمل سوليتاب داير ما يدور، وبعدين بجيب زي موش صغير واحط هنا ميه وافضل اعمل كده بالراحه بالراحه، وكل ما يسخن كل ما بعمل كده فبتسخن بيسخن، وما احط ميه علشان الازازه ما ايه ما يعني ما تتكسرش كلها، تتكسر يا دوبك عند الخط اللي انا بعمله. اوكي زي ما كنا بناخد التطعيم الدكتور كان بيروح جايب الموس كده وقاطع حته الازازه وتك تروح معموله كده. بس لما نعمل تك ديت عشان ما تبوظش الموضوع كله لازم ابقى حاطه انا السوليتاب ده عشان احدد مكان الكسر فين. اوكي ادي كوبايات جميله جدا. طيب عاوزين بقى نعمل كيسان، يعني عندنا عصاير بقى وخطوبه بقى ومش عارفه ايه وكده. قبل ما نروح لموضوع الخطوبه دي مثلا اوكي ما عندناش دي على فكره بتاعه التطعيمات، انا بروح بقى كده في المستشفيات وكده اهوت، يعني انا لما بروح اطعم القطط عندي بروح واخد الحاجات دي بلاقيها عوزه. عملت منها اللي هي دي بتاعه الميه، ازازه الميه دي شايفين اهي، هنا من هنا مكان الكسر اهي، وتتملي ميه حقيقي. اوكي طيب في ايه تاني؟ في عندنا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا قلنا ايه؟ اهو الجاك، بس انا عاوزه اوريكم بس اشوفوا بس الحاجات اللي انا جايباها. بصوا انا بجمعها ازاي، كل الحاجات دي كوبايات ويعني وحاجات معموله. بصوا شايفين، سوري شايفين شايفين قلة الأدب؟ شايفين؟ في فيديو على فكرة بيبين الحاجات دي كلها معمولة ازاي. ودول الصغننين دول بدل ما اعملهم ابيض اعملهم ترانسبيرنت شفاف اهي زي كده، واروح حاطه لها الايد دي. دي لو هنعمل حاجات سنسيتيف قوي. عبارة عن ايه؟ عبارة عن ثلاث اجزاء. الجزء الاولاني ده اللي هو القالب مثلا زي كده اوكي، وبعدين نيجي نعمل هنا خرم رفيع جدا ونحطين منه الجزء ده. الجزء ده بقى عبارة عن ايه؟ الجزء ده بيبقى بلاستيك برضو اوكي، بس يعني رفيع جدا رفيع جدا. هوريكم نقطعها ازاي. والحتة التحتانية دي بنروح عاملين مسدس شمع حتة كده اهوت، وقبل ما تبتدي تبرد نروح حاطين دي فيها مقفنة، وده بتتقطع مدور. احسن تشوفوا الفيديو. اوكي ادي الجاج اللي قلت لكم عليه اللي بعد ما بنحط فيه العصير تمر هندي اهو، شايفين بقى منظره عامل ازاي اهو.
وادي كركديه، بس الايد بتاعته وقعت. وادي الكوبايات بقى تانية، لو عندنا عيد ميلاد وبنعمل كوبايات ملونة برضو بنوع البلاستيك. هوريكم ازاي بتتعمل الحاجات دي دلوقتي. احمر واخضر واصفر، الوان كتيرة لو مثلا ايه عندنا عيد ميلاد. شايفين الاشكال اهي. طيب انا عندي الشكل ده عاوزة اعمله، طبعا هعمله ازاي؟ هجيبه الشكل ده ازاي؟ هشوف مثلا في الطبيعة عندي، بصوا استنى نقفل العلبة دي. استنوا بصوا دي، شفتوا دول؟ دول عصائر كنت عاملاهم في الترابيزة بتوع مرابنا. ايه ده بقى؟ ده ايه؟ ده غطا بتاع سبراي اهي. هي الحكاية كلها انك بتشوفوا الشكل يمشي ايه او زي ايه ويتعمل. اوكي بصوا بقى، خلي دي على جنب ونيجي. عندي قالب عاوز اعمله، بعمله ازاي؟ بشوف مثلا ده، بحضر القالب علشان بسخن الشمع. استنى كده شايفين اهي، انا حطاهم في كيس. الحاجات دي بتعمل لي الكوبايات. بتعمل لي الغطا ده يعني اهي، شايفين؟ يلا بقى عصاير بقى وستاربكس والحاجات دي كلها. طب عملتها ازاي؟ انا عاوزه اطلع الشكل ده، بشوف ايه في الطبيعه او ايه الحاجات اللي عندي اللي شبه الشكل ده. اوكي انا هنا لقيت ان هو ايه ده، استنى ايه اللي دخلك هنا؟ ده ايه بقى؟ ده تلاقيه مثلا حاجة زي كده بس الشكل ده. يعني مثلا القلم ده قاعدين قطعته اهو دلوقتي، شايفين ممكن نعمل بيه ايه؟ ازازة. ادي ازازة. لو احنا خدنا الحتة دي وشلنا السن ده وعملناها طبعناها بالتسخين دوت زي ما هوريكم دلوقتي، هتطلع لنا ازازة شفافة، ومن تحت نروح سدنها بالشمع وخلاص. اوكي ده ازازة، ده ده القلم ده كده كان هنا في طبعا طالع السن ده بقلم ماركر تقريبا. فانا عندي هو ده، عاوزه اعمل منها القالب ده علشان تديني دي، شايفين اهي. طيب الغطا ده شايفين الحته دي اهي، دي شكل كوبايه تاني اهي، دي تتعمل منها للغطا. تعالوا نشوف بقى ايه عامل. وايه الحقنه دي؟ الحقنه دي علشان انا لما اعمل كده واحط البلاستيك اللي انا بشتغل بيه لازم اضغط بحاجه، حاجه تبقى داخله لغايه النهايه عشان تشد معايا الشمع البتاع دوت البلاستيك. اوكي هنشوف الموضوع ده عملي. هل دي تنفع؟ لا، لانها هتيجي هتديني كوبايه صغيره، انا مش عاوزه كوبايه صغيره. فدي لو انا عاوزه كوبايه صغيره هتديني كوبايه طول ده بس، ودي لو عاوزه كوبايه بالحجم الطويل. يبقى انا كده هعمل كوبايات بايه؟ طبعا مش لازم تجيبوا بتاعه الحقنه، انتوا ممكن تجيبوا مثلا قلم، مثلا قلم دوت بتاع ميك اب مثلا نص دي الحجم، تاخدوا الحكايه بتاعته دي خلاص. تعالوا نجرب دي عملي ونشوف هتتعمل ازاي. طبعا بس شايفين هنا في نفس الحاجات الكوبايه دي، كل كوبايه انا حطاها وحط القالب بتاعها عشان لما اجي احب اكررها واحب اعمل منها تاني اطلعها والاقيها جاهزه. ودي ازايز هوريكم بتتعمل ازاي. طيب دلوقتي عشان نعمل الموضوع ده مش محتاجين حاجه كبيره، محتاجين حاجات بسيطه جدا اهي. محتاجين شمعه ولا جهاز بتاع الفورمينج ولا اي حاجه. محتاجين ايه تاني؟ بس دي واحده كده. الله ياه. محتاجين ايه؟ بصوا محتاجين بتاعت خشب كده وبتاعت خشب كده، اتنين قد بعض، ونفتح فيهم مثلث كده. اي حد ممكن يعملها لكم، مش صعبه. خشب، وبعدين محتاجين اتنين زي ده كليبس يمسك كده عشان لما احط ما بينهم البلاستيك يمسكوه.
اوكي انا عاوز اعمل كده. بلاستيك بقى زي ايه؟ بلاستيك بتاع علبة، بتاع مش عارفة ايه، في انواع كتيرة جدا، بتاع علب الزبادي، غطيان علب الزبادي. فانا هعمل ايه؟ هاخد حتة كده احطها كده من فوق وتحت، اوكي، واقفل عليها من هنا، واقفل عليها من هنا، واقطع الزيادة هنستعمله بعدين. اهي بلاستيك بقى ما بين الاتنين دول، فانا هسخنه وبعدين اروح ضغطاه على الشيء اللي انا عاوز اعمله. انا عاوز اعمل ايه؟ انا عاوز اعمل دي عشان اطلع الكوباية دي. خلينا هنا مع الغطا بتاعها، نحطهم بقى عشان ما يضيعوش. احنا مش هنستعمل دي عشان مش عاوزين نعمل ازازة صغيرة. وادي الكوباية وادي غطا، بس احنا محتاجين القالب ده. يبقى دول خلاص. طيب نقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى، انا هسخن دي، لو عملتها كده اهوت هتروح بايظه، اوكي. فانا هفضل اعمل كده 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 وبعيده، وانا كده بعيني شايفه ان البلاستيك بيسيح، اوكي. ما اقربش قوي، لان لو قربت قوي اللي هيحصل ان هو هيدوب. وافضل شايفين انا بعمل بايدي ايه، بتاكد كده اشوفها بقت طريه او ما ليها طريه وبقت فلكسيبل قوي. هو ده الوقت اللي انقض على الفريسه. اهي شايفين ايدي ثابته، مش ثابته سوري، متحركه. اوكي يلا كده، ونروح حاطين بدي كده ونقف شويه. نطلع بقى ونشوف ايه اللي حصل. شايفين نفكها بقى ازاي كده. اهي شايفين كريستال يا اخواتي، كريستال. تعالي انتي بقى الشمعايه دي مش عاوزينك دلوقتي، روحي هنا. طيب نفك بقى الموضوع ده، وناخد بقى القالب اللي عملناه، نقطع الزيادات من كل حته كده. ونبتدي نعملها داير ما يدور، بس مش داير ما يدور قوي. ها اهي شايفين، انا مش قطعها مظبوط، بس انتوا لازم تعملوها تبقى يعني شويه ايه كده بيرفكت. اوكي شايفين الحلاوه، ادي كوبايه. نيجي بقى نعمل ايه؟ نحط هنا ذهبي، ايه سوري، نيجي نعمل ايه هنا؟ نيجي على الحروف دي ونحط ذهبي مذهب، مثلا تبقى كوبايات، مثلا كريستال مذهب او اي حاجه لون ذهبي. اوكي طيب لو الكوبايه دي صغيره وانا عاوز اعمل لها هنا، شايفين الدبابيس دي؟ دبابيس، باجي اروح حامله هنا خرم. اوكي اهي شايفين الحديده اللي جوه دي، انا كده خرمت الخرم خلاص. باجي بقى بروح ايه شايلاها ب اسمه ايه ده، كبش اسمها، استنى اشوف اشيلها. هنشيلها بده. اوكي اهي نعمل خط ذهبي هنا، نعمل خط ذهبي هنا. يبقى كده احنا عملنا ايه؟ الكيسان. شايفين؟ قولوا ما شاء الله. نيجي بعد كده بالنسبة بعد كده بالنسبة للإزازة.
الازازه دي، وعليها بقى ايه، تعملوا يعني اشكال تانية، ازايز كتيره. استنوا بس الاول احط ده مكانه علشان الحاجات دي لما اجي احتاجها بعد كده اقدر الاقيها. وطبعا احط الكوبايه دي هنا علشان اعرف ان ده هو اللي بعمل بيه ده. اوكي، الازازه فين؟ بصوا بقى نفس الفكره بس هنعملها على مرتين. ازاي؟ انا حاطه الحاجات دي، ما تقولوليش صعب والنبي، يعني فعلا جمعوا الحاجات اللي تلاقوا في البيت، جمعوها هتلاقوا فيها حاجات كتيره جدا. هتقولي لي مش، طب انا مش لاقيه زي ده، لاقي قلم شبيه بده او قريب منه، يمكن تلاقيه اللي تعمليه يبقى احسن منه. بصوا بقى، في قلم كان عندي ده البوز القداماني بتاعه عامل زي الازازه، ودي الحته اللي ورا في القلم اللي هي اوكي. فانا رحت حاطه الاثنين، واحده كده وواحده كده، عشان انا عاوزه اعمل النص ده شفاف والنص ده شفاف، وراح احطهم قدام بعض يطلع لي الازازه، والخط اللي في النص هغطيه بالاسم النسلي بقى ولا بركه ولا اي حاجه. طيب ده قصير، فلازم انا عشان لما احطه على الجهاز ده اللي انا بعمل عليه دوت لازم يبقى فيه ارتفاع شويه، فبروح لازقه على اي حاجه، ده مجرد ارتفاع وده مجرد ارتفاع، مش محتاجينه، احنا محتاجين الجزئين الفضي دول بس. اوكي، هحطهم، ولازم لنا حاجه علشان بوب. اوكي بوب، خلاص. طيب حط برضو زي ما قلنا بقيه الحاجات في هنا ونشوف فين البلاستيكيه الحلوه اللي احنا كنا شغالين بيها، نوعية جميلة دي. اهي اهو، ناخد دي كده، استنوا بقى عشان نشوف، هناخد دي كده ونحطهم كده مع بعض ونقطع الزيادة. ونقفل ده كده ونقفل ده كده، كفايه اتنين، في ناس بيحطوا من هنا وهنا بس اتس اوكي. يلا نقول بسم الله، نبتدي بأول واحدة. هنجيب الشمعة، لأن احنا هنبتدي بدي، ونفس الطريقة. عاوزة أقول لكم حاجة، أنا نفسي، أنا دي عاوزة، بصوا أنا بعمل إيه، أنا عاوزة أثبتها عشان ما تتحركش مني بالشمع او بمسدس ميه، سوري مسدس شمع. طيب هعمل ايه؟ برضو نفس الحكايه، بصوا ايدي مش قريبه قوي، مش نازله تحت، وفي نفس الوقت بعمل كده، وايدي دي بتشوف اهي، اول ما الاقيها كده ان هي ابتدت تنزل، شايفين؟ شايفين تنزل ازاي؟ اهي اوكي، اروح رايحه هنا وعامله كده وحط، اوبس، شفتوا؟ ده اللي قلت عليه. هنعملها تاني، اعمل ايه؟ شوف، نحط شمع، اوكي اهي، نحط التانية برضو كده علشان اوكي. طيب نيجي بقى ايه للحتة دي اللي هي عملناها قبل كده بس باظت، ابوظها اكتر، اصلحها. طب لما اصلحها الجزء اللي بارز ده هينزل تاني تحت. حركتي سريعة ومش قريبه قوي اهي، شوف رجعت ازاي ستريت. اوكي كده هي الكل جاهزه، بالراحه بالراحه بالراحه، ايه اهي كده، ونحط اهي تمام. تعالي انت كده شويه اهي، شايفين؟ ادي الجزء الفوقاني. ايه ده؟ مش تقولوا لي الكاميرا بعيده، ادي الجزء الفوقاني اهي. طيب نشيله ونحطه هنا، نجيب الجزء واحد تاني هنا اهي، علشان عاوزين نعمل الجزء التحتاني. نفس الموضوع، سخنها تاني، انا اضغط من ناحيتي كده. على فكرة الجزء الصغير ده كان ممكن يتعمل مثلا ايه لتقديم جيلي، اطباق اللي هي الجلاس الصغيرة دي، تقليب تقديم جيلي ومش عارفة ايه اهي. اوكي حط كده،
بسم الله، شايفين؟ اهي بيرفكت الحمد لله، يا بركة بسم الله اهي. اوكي يبقى احنا كده بسم الله، احنا كده من دي ودي ودي احنا عرفنا جبناهم ازاي. ممكن انتوا تجيبوهم برضو، مش لازم نفس اللون ونفس الشكل، نفس الفكره، هتحصلوا على الجزئين دول. طب هنعمل بيهم ايه الجزئين دول؟ تعالوا نشوف هنعمل بيهم ايه. هنقصهم، نقصها كده، دي واحده ودي التانية. اوكي الاثنين دول. طيب هنيجي بقى عندي سوبر جلو اهي، بقيت الازازة اهي اهي، شايفين واخدين بالكم اهي؟ بس طبعا احنا هنقطع الحروف قوي قوي شايفين؟ دي في حد ذاتها نحط هنا دبوس والقعدة زي ما عملناها قبل كده، ويبقى كاسكت أشكال بقى لو هنعمل بيها أشكال. شايفين؟ طبعا الخط ده هيروح بايه لما هتحطوا عليه بقى الاستيكر بتاع سواء بيبسي او سيفن او مش عارفه. على فكره ممكن تحطوا فيها ميه دلوقتي، دي هتتقفل كويس جدا كده، وبعدين نروح عاملين هنا غطا كده، نحط بقى عليها الاستيكر. شايفين؟ لا دي معموله بقلم طويله، دي معموله اللي هي زي ما سوري، دي معموله بقلم اوكي طويله شويه، ممكن تاخدوا الطول اللي انتوا عاوزينه كمان. دي معموله بالطريقه اللي قلت لكم عليها اهي، وتعملوا بقى هنا ممكن تفتحوها لو هتحطوا فيها حاجه، ما تفتحوهاش قوي يعني، افتحوا خرم كده بالحقنه عشان تحطوا فيها وات ايفر السائل اللي انتوا عايزين تحطوه، وتعملوا الغطا من فوق واهي. اتمنى تكون عجبتكم الافكار وتعملوا افكار زيها وتوروني ونشارك مع بعض. ممكن تكون عندكم افكار تانية انا ما خطرتيش على بال، واستنوني بقى نعمل حاجة تانية، فيديو تاني بقى ايه لعمل ايه بقية الحاجات اللي ناقصة. قولوا لي ايه الحاجات اللي ناقصة تحبوا نعملها في الديسكريبشن بوكس تحت. احنا كده عملنا الحلل وعملنا الاطباق، النهارده عملنا الكوبايات والكيسان بتاعت التقديم اللي هو الشفاشق دي ولا ايه. ممكن نعمل مرة تانية اللي هي المعالق والشوك الكبيرة بتاعت الكوكينج الحاجات دي، ومرة تانية نعمل أجهزة المطبخ، خلاط، كهرباء، مضرب بيض، مش عارف المعلق الخشب، صواني الكيك، الحاجات دي كلها كله من فن إعادة التدوير. ماشي، أتمنى تكون عجبتكم النهاردة الحلقة،
حلقة الفيديو، وأشوفكم في فيديو تاني. باي باي.